هذه الأمسية ومنافسات الحقائق في يومنا الثاني من فعاليات هذا السباق المحلي السادس. انطلق على بركة الله قبل قليل هذا الشوط الثامن، وهذا الشوط خاص بفئة الحقائق القعدان في ليلة تراثية رائعة، منافسات حامية هنا على أرضية ميدان الشحانية. أهني جميع الفائزين في الأشواط الماضية كما أتمنى التوفيق والخير للمشاركين وبقية المشاركين في هذا الشوط والأشواط القادمة. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول، الله، هذه السلالة المخيفة للمضمرين. كرار مع المركز الأول، يفتتح النداء كرار لحمد بن محمد بن جرحب، من قدم لنا قبل قليل في الشوط الماضي انذار. يقدم كرار، الداب حاضر ومتواجد في الشوطين السابع والثامن. هذا هو كرار، سلالة كرار على المركز الاول. المركز الثاني يتقدم فيه مرهي لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي، يقدم مرهي على المركز الثاني. دور المركز الثالث ومن يتسلل وينطلق فراع لعلي بن سالم بن سالمين على المركز الرابع فراع، بينما المركز الخامس الانطلاق من الجانب الآخر يصل شعار الصعاق شاهوق لسعود بن سالم الصعاق مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم المدعي فلاح بن سعود بن ناصر العجمي ضيف عزيز عاني من دولة الكويت الشقيقة. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، العودة إلى كرار، إلى ولد كرار، إلى سلالة كرار من الزبار، السلالة التي فعلت الأفاعيل في ميادين السباقات، فعلت الأفاعيل في أشواط الرموز، في أشواط السيارات. هذا هو ولد كرار، سلالة كرار على المركز الأول بقيادة الداب حمد بن محمد بن جرحب أحد الشباب البارزين، من قدم إنذار بالتوقيت المميز، من حطمت على ما يبدو 6 دقائق في الشوط الماضي. ها هو يعود مع سلالة عريقة، سلالة أصيلة، ولد كرار مع المركز الأول. المركز الثاني ينطلق ويتقدم مرهي لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي مع المركز الثاني. المركز الثالث التسلل والانطلاق من قبل شاهوق سعود بن سالم الصعاق مع المركز الثالث. المركز الرابع عند علي بن سالم بن سالمين، يتقدم فراع مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس الانطلاق والتسلل فيه يصل في هذه اللحظات المدعي فلاح بن سعود بن ناصر العجم العاني من ميدان كبد للمشاركة في ميدان التحدي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، ولكن كرار والعصا قوس قام راس ويفتتح ال 1200 متر الأخيرة بدون أي منافس بدون أي مضايق. هذا هو كرار، ما يهمه يداب لو تجره من 2، حيث في دم خليط من الجياد ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق على هذا المستوى على هذا العرض لكرار، لسلالة كرار يفتتح الكيلو متر الأخير مودع عن هذه الجماهير الغفيرة، وأيضا منطلقا انطلاق صاروخي الله عبر الجهاز اللاسلكي يقدم هذه العروض الفنانة. كرار يا كرار سلام، يا كرار ام الزبار سلام، سلام يا كرار الهرش سلام، سلام يا هذه السلالة العريقة، يا هذه السلالة الأصيلة. الكل يتمنى سلالة كرار اليوم، سلالة كرار. طمنا على كرار يا ابو ناصر يا مسؤول محمية ام الزبار، يا عبد الله يا بن راشد يا المريخي، حافظوا لنا على كرار، على كرار. هذا هو كرار ينتزع هذا الشوط انتزاعا، والعصا قوس والانطلاق ذاتي والدفع تلقائي. يداب يداب حافظ على كرار، وايضا والعصا قوس والانطلاق تلقائي بدون اي اوامر تذكر، ومرشح على هذا العرض لاشواط الرموز لاشواط الكبار الكبار الكبار. هذا هو كرار، هذه السلالة العريقة التي ضربت اروع الامثلة واقواها في الميادين. كرار
انذار كرار مع الداب بعد انذار يقدم كرار في هذا الشوط وقام راس وانتهى راس. سلام والعصا في الابطان. سلام يا هذه السلالة. سلام يا هذه السلالة العريقة. خلك مرتاح مع كرار. سلام يا الداب. سلام. التوقيت يتحطم التوقيت. سلام يا كرار. سلام يتحطم التوقيت الزمني والعصا في الابطان بدون اي اوامر. سلام يا كرار. سلام على انتاج كرار. سلام على انتاج ام الزبار. سلام تهانينا والناموس يا حمد بن محمد بن جرحب. تهانينا يا الداب وسلام يا كرار. سلام. المركز الثاني يصل للمدعي فلاح بن سعود العجمي. المركز الثالث مرهي لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي. المركز الرابع يصل فيه معيار لحمد بن حزام بن راشد الزعبي. المركز الخامس مرفوق سالم بن علي بن طالب بن دهمان. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. ويتحطم مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم التوقيت الزمني تحت أخف كرار وسلالة كرار. 5:56 98 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن جرحب. تهانينا للداب واحفظوا اسم كرار جيدا ونتمنى له التوفيق في مستقبله الزاهر في هذه الرياضة العزيزة. وهذا من أسبق الانتاج كرار الذي شاهدناه ومن أسبق أيضا القعدان في هذا الموسم. إذن دفع تلقائي من بداية الشوط وحتى نهاية الشوط ويحسم هذا الشوط بتوقيت مميز. المركز الثاني وصل فيه المدعي قطع المسافة في 6:05:18 جزء من الثانية. تهانينا لمالك المدعي فلاح بن سعود بن ناصر العجمي وسلام يا ميدان الكويت ميدان كبد. سلام. المركز الثالث وصل فيه مرهي قطع المسافة في 6:06:52 جزء من الثانية. تهاني والناموس لمالك مرهي مبارك بن محمد بن هادي الجربوع.